خلينا نتكلم ابو علي على الشغف الكبير لكريستيانو رونالدو، هذا اللاعب اللي في الأربعين عام شاهدنا الدموع اللي انهمرت في لاعب حقق كل ما يتمنى لاعب كرة قدم، أفضل لاعبي العالم وأسطورة اللاعبين على مستوى العالم. الشغف والرغبة في هذا العمر إنه يعني حزين على خسارة مباراة نيمار. الصحف البرازيلية تذكر إنه اللاعب يعني كم مباراة شارك نيمار، تعد على أصابع اليد الواحدة، ويحصل في موسم واحد يصعد للمنصة 3 مرات. الفرحة الكبيرة اللي شاهدناها للاعبين حتى اللي كانوا خارج التشكيلة الهلالية تدلك على العمل الكبير داخل البيت الهلالي. مبروك للهلال، مبروك لنا كرياضيين ختام الموسم الأول العالمي، وإحنا بإذن الله إن شاء الله مقبلين في السنة القادمة والسنوات المقبلة على الوصول إلى الهدف اللي وضعته رؤيتنا، إنه الدوري السعودي يكون من أفضل 10 دوريات في العالم. مباراة الأمس أوصلت رسالة إنه ها هي كرة القدم السعودية. أبو علي اليوم تتكلم عن أكثر من 40 قناة رسمية تنقل المباراة ما بين خليجية عربية عالمية، تنقل المباراة باستديوهات تحليلية بمراسلين كانوا موجودين في أرض الملعب. بكل تأكيد نجاح يجير للقائمين على كرة القدم السعودية، وبإذن الله تعالى في المواسم المقبلة سنصل للهدف اللي كرتنا بإذن الله ودورينا يكون من أفضل 10 دوريات في العالم، إلى ما نصل للهدف الأسمى اللي هو يكون من أفضل 5 دوريات في العالم. شكرا للفريقين، شكرا على القائمين على نجاح هذا الموسم، وبإذن الله تعالى الأندية يعني الأخرى تحدو حذو الهلال في الإنجازات، أنه الأرض أصبحت خصبة للجميع إن شاء الله أن يحقق هذه المنجزات بإذن الله.